الخبر اول يعد عن مصطفى ريدر وتهجم علي ياسو يا حبايب وقوفه ويا وسام تيكت. فالما يعرف يا حبايب انه وسام تيكت نزل برحة اغنيته بعنوان وقوف النوقع. هذه الاغنية كان ديستراك علي ياسو، راح اسولكم باكر ردة فعل عقائد الثانية، راح اعطيكم اياها بالوصف راح اشتركوا. بالمختصر انه ريدر يا حبايب نزل شوية ستوريات، اول شيء اعتذر عن متابعينه اللي هو صار له غايب عليهم يوم كامل، ويقول انه الصراحة ما حد سأل عليه من اصدقائه غير المتابعين، ولكن كل هذول الاشخاص بس بالمصالح يكونوا موجودين. وصار يقول انه منه ورايح بعد لحد يقول له 10 ومدري شنو، كل الناس تطلع وتستعطف ولكن الحقيقة تكون غير شيء تماما، ولو تعرفون الحقيقة حيكون الحكي غير. صار يقول انه قلت اصير حباب ولكن الناس ما تعرفني بحالي، انه بالحياة الواقعية قاعدين يشوهون بسمعته، اتوقع يقصد ياس انه قاعد يشوه بسمعته، لانه كمل وقال انه هذول الناس هم مشبع او مذلة واجا هو انطاها بقيمة، ولو قصد انه ياس بعد ما راحت الوسام رجع هو انطاها قيمة ورجع وياها، رجع كمل وقال انه يقول بس اكيد كل ما حد وتربيته وعلى شنو متربي، وانه لو عدو على حق اللي هو وسام تيكت هو على حق راح يوقف وياه، اتوقع هيك قصده، وانه خلوا هالشي ببالكم وغير هيك ما راح يقبل. وختم اخر شي بهذا الستوري يا حبايب يقول بكل مشكله تشوفوني واقف ويا الناس اللي اعزهم وعندي عشره وياهم ولكن هم ما يوقفون وياه، ومرات انه هو ما يحكي على مود ما يقول انه نزل نفسه، ولكن ختم انه ما طول هيك وهو دائما رجله فوقهم، فالذي مره راح يمشي عليهم. فكر حبايب بالكومنتات هل انتوا ويا ريدر او انتوا ويا ياسو بهذه المشكله. بالاضافه يا حبايب ياسو نزلت هذا التيك توك بعد اغنيه وسام تيكت، الواضح انه هي باجه من عيونها شويه مدمعه، فهل يا ترى هي بجت بعد ما سمعت اغنيه وسام او لا؟ ننتقل حاليا للقمر طاي يا حبايب، وش الغريب اللي سوته واللي هو تنزيلها هذا الستوري اللي كان بي يارا. بالاغلب صار يقول انه هل يا ترى هم راح يتصالحون؟ ما ادري صراحه، اكتبوا بالكومنتات هل راح تفرحون او تزعلون اذا هذا الشيء صار. وبالستوري الثاني يا حبايب كانت تتحمس او تعلم من خلاله عن الفيديو حتنزل اليوم، راح يكون فيديو ناري حسب ما قالت، ويا شخص احنا نحبه وراح يكون بيه اسرار وفضايح. وطبعا على سيرة الفضايح يا حبايب، فغيث مروان باخر مقطع نزله كان ويا قمر الطاي، صار بيه شيء كلش صادم انه قمر طاي قاعده تحكي على نور مار، فاغلب المتابعين صاروا يقولون انه قمر طاي قاعده تشوه سمعه نور مار قدام الاشخاص اللي بدبي، وانه غيث مروان استقصد يحط هذه اللقطه عمود الناس تشوف حقيقه قمر. ما ادري الصراحه، اللقطه كانت بالدقيقه 54 ثانيه، قمر طاي صارت تحكي لغيث مروان انه انا شلت الفولو عن نور مار بعدين هو شاله فانا انطيته بلوك. ما ادري ليش هو حط هذه اللقطه، هل هو منتبه او لا؟ عليكم راح احط لكم اياها، اسمعوها وركزوا بيها زين. هو شارع على نعمل كده. فكروا حبايب بالكومنتات شو رايكم انه قمر قاعد تحكي على نور مار قدام الاشخاص اللي بدبي، هل هي قاعد تشوه سمعتها او لا؟ ما ادري الصراحه، اكتبوا لنا بالكومنتات هل انتم ويا نور مار ام ويا قمر الطاي. وصلوا حبايب نوصلت المقطع، فكروا طب اللايكات، شاركوا في زي ما قلت من القصص، احبكم ومع السلامه.